حضرات محترم امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ، مجلس آزاد آغاز حدیث کے ساتھ ہو گیا ہے، حدیث کے ساتھ واسطے تشریف لے آسن جناب مولانا احمد بخش صاحب، میں گزارش کرسا جڑے باہر دیرے تے بندے بیٹھے ہو یا گھروں کے انتظار بیٹھے ہو کہ مجلس شروع ہوئے تو اسی ونیے، لہذا مجلس آزاد دا آغاز ہو چکا ہے، جلد جلدی امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسالک برحمتک اللتی وسعت کل شیء وبقوتک اللتی کارت بها کل شیء وخاز لها کل شیء وظل لها کل شیء وبجبروتک اللتی غلبت بها کل شیء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعصمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي آتى بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللهم اغفر یا ذنوب اللتی تاتک الاسم، اللهم اغفر یا ذنوب اللتی تنزل النقم، اللهم اغفر یا ذنوب اللتی تغیر النعم، اللهم اغفر یا ذنوب اللتی تابس الدعاء، اللهم اغفر یا ذنوب اللتی تقطع الرجاء، اللهم اغفر يا ذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر يا ذنوب التي ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطاتها، اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفي بك الى نفسك واسالك بجودك ان تضيعني من قربك وان تزعني شكرك وان تلهمني ذكرك، اللهم اني اسالك سؤال خاضع متضلل خاشع متضرع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متوازيا، اللهم واسالك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغالب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقائي ساترا ولا لشيء من عمل الكبيه بالحسن مبدلا غيرك، لا اله الا انت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرحت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من كبي سترته وكم من فادي من البلاء كلته وكم من إسار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفسي بعد عمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي، يا سيدي فاسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليك من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وسعتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بإذنك وتقالي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور أطوفا، إلهي ومولاي وربي من لغيرك سأله كشف الضر والنظر في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما نتبعت فيه هوى نفسي ولم أترس في قيم تزجيني أدفي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء
فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد اتيتك يا الهي بعد تقصيري واسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا اتوجه اليه في امري غير قبولك عذري وادخالك اياي في سات رحمتك اللهم فاقبل عذري ورحم شدة ضري وفكني من شدة وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ودقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسلف برك بي يا الهي وسيدي وربي اتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك هيهات انت اكرم من ان تزجئ من ربيته او تبعد من ادنيته او تشرد من اويته او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته ولا تشهري يا سيدي والهي ومولا يا تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بلاهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت الى اوطان تبديك وطائتا اشعرت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها ومن جري فيها من المكاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير وبكاء كثير مدته وكيف احتمالي لبلاء الاخرات وجليل بكو مكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن عالي لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف لي وانا ابتك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا الهي وربي وسيدي ومولاي لاي الامور اليك اشكو ولما منها ازج وابكي لعليم العذاب وشدته ام لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع اعدائك وجمعت بيني وبين اهول بلائك وفرقت بيني وبين احبائك واوليائك فهبني يا الهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك حبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر على النظر الى كرامتك ام كيف اسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا زجنا اليك بين الها تزيج العاملين ولا اصرخن اليك صراخ المستصرخين ولا ابكين عليك بكاء الفاقدين ولا انادينك اين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية مال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سوجنا فيها بمخالفته وذاك طام عذابها بمعصيته وهو بسبب أطباقها وجرمه وجريرته
وهو تزج إليك تزج المعمل لرحمتك وجناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك برحمتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورافتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يحمل فضلك ورحمتك أم كيف يوركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أتباعها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إدكه منها فتتركه في آياتها ما ذلك الظن بك ولا معروف من فضلك لا مشبه لما عملت به المواهدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت بقيم تعذيب جاهديك وكذيت بقيم إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحدا فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض جميع جرمي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابح بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك وفضلك إنك على كل شيء قدير بجاه محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد